هذا وتوفر مبادرة كلنا واحد في فعاليتها 23 من خلال 814 منفذا كل ما يحتاجه المواطنون من المستلزمات المدرسية المختلفة. المبادرة تشمل 6 معارض رئيسية و17 معرض فرعي على مستوى الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 30%. المزيد مع سالي سالم مراسلة التلفزيون المصرية. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، من هنا من أحد منافذ مبادرة كلنا واحد والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس في نسختها 23 بعدد 814 منفذا على مستوى محافظات الجمهورية. هذه المبادرة في يومها الخامس تقوم بتوفير المستلزمات المدرسية واحتياجات الأسرة المصرية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد. المنتجات ما بين زي مدرسي وأحذية وأيضا المتعلقات الخاصة بالكتب وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الطالب مع بداية العام الدراسي. أيضا توفر هذه المبادرة السلع الغذائية بتخفيضات ما تتراوح ما بين 25 إلى 60%. هذه المبادرة تشهد ويوجد بها إقبال كثيف من المواطنين في يومها الخامس وممتد لمدة شهر كامل لتوفير هذه السلع للمواطنين بأسعار تختلف عن مثيلتها في الأسواق. يعني إقبال المواطنين وإشادتهم بهذه المبادرة لمكافحة ومحاربة غلاء الأسعار من التجار. الوزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير هذه المنتجات بفارق في الأسعار عن الأسواق الخارجية. تتضمن أيضا هذه المبادرة المطلقة من قبل وزارة الداخلية بعدد كبير من المنافذ سواء للسلع المدرسية أو المنتجات الغذائية. تتوافر هذه المنتجات في كافة ربوع الجمهورية ويمكن للمواطن معرفة هذه الأماكن من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتعرف على أقرب منفذ له. أيضا المبادرة تتضمن توزيع 32 ألف شنطة مدرسية ومستلزمات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المختلفة المشاركة في هذه المبادرة. هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بمنافذ مبادرة كلنا واحد والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. والكلمة تعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.